اعزائي المشاهدين اهلا بيكم في حلقه جديده. كالعاده برضه قبل اي حاجه بحب اشكركم على الدعم المتواصل للقناه، متشكرين والله يا شباب. لقيت ناس كتير منكم كاتبين لي في الكومنتات تحت يعمل فيديو عن طارق التايب، اسطوره نادي الهلال سابقا وطبعا اسطوره المنتخب الليبي، فخلينا بقى معلم نتفرج عليه. بس طبعا قبل ما نبدا ما تنساش تنزل تعمل لايك، يعني يا شباب عايزين بس نوصل الفيديو دوت لحد 2000 لايك، وطبعا ما تنسوش تزوروا تعملوا اشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا اي فيديو جديد. يلا بينا يا معلم. يلا يا عم طارق التايب، خلينا نتفرج يا جماعه على مهارته. هنشوف يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني. اوف 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 على العارضه. لسه بنبتدي يا جماعه مع الفيديو، يعني هنسخن وانا عارف انا بقول لكم ايه. يا عيني على الاسيست. شكله لعيب حريف وهادي، لازم نحترم الناس دي. يا عيني. يا ولد على وش رجلك الخارجي، وش رجلك خارجي عالمي. اوب 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 بليسنج ار تو، يعني لازم نشوف كده، فاهمني؟ احنا لسه الفيديو ما سخنش يعني. يا عيني على كعب رجلك، الحق يا ولد على التشيب. هوب هوب بيعمل ايه؟ لا شكله كان لعيب. يا عيني. اوف 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 اوف. يا عيني على العقل. شكله لعيب عاقل قوي، الله اكبر عليه بجد. قدام الاتحاد محمد نور ده صح؟ اوف 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 اوف. يا ساتر على الكوبري اللي فات ده. يا عيني. بيلعب بيمينه وبشماله، ها؟ خد بالكوا بيلعب بيمينه وبشماله. كوبري؟ ايه اللي كنت حاسبها كوبري تصدق؟ جون، ها؟ عمل اسيست بجون. طارق الطيب اوف 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 على الفاول. يا عيني لا شكله لعيب حريف. لعيب حريف كده وسريع وخفيف. يا جون الحق. يا عيني على الاسيست. الحق. بره. يا عيني على الاثنين. يا عيني لا 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 كتير. ايه ده؟ الحق. اوف. الحق واقف ازاي؟ تعالى يا معلم. لا 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 صعب صعب النادي دي. في ناس بتزحف. ايوه كده نبتدي نسخن بقى يا معلم على الفيديو، يعني ابتدي سخننا عم طارق. بصراحة دورت له على الفيديوهات، مش شايف فيديوهات كتير يعني بصراحة. فخلينا نشوف يعني، قاعدين بنتفرج. يا عيني لا 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 مستحيل. اوف 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 اوف. مين ده؟ يا عيني الكبير برضه يا جدعان. بص برضه هو الاسيست. بص الاسيست. بص الاسيست. طارق يا عيني على وش رجلك الجميل. يا عيني من هنا لبكره الصبح. طبعا كان لعيب ليه شعبيه كبيره تقريبا على النادي الهلال، يعني شعبيته كبيره جدا.
سلام يا سلام يا سلام يا سلام. اللعبة الحريفة لازم تحترمها غصب عنك. كفاية ان هو بيستخدم ده، طول ما هو بيستخدم عقله في الملعب خلاص. طارق التايب، هذا هو لسه نازل يا عيني يا عيني. اوف اوف اوف، اول ما نازل عمل اسيست، اول ما نازل اعمل اسيست. مش كده يا عم طارق، انت لسه نازل يعني. لعيب حريف بس حاسس الفيديو مش مديله حقه زياده على اللزوم، مش فاهم ليه. مش شايله فيديوهات كتير بصراحه يعني. ان شاء الله لو حد عامل فيديو تاني ليه يكتب يحطه لي تحت في الكومنتات، وهعمل عنه فيديو تاني ان شاء الله قريب. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، ضربات جزاء بينالتي. يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني. هو بص اصلا مد وشه فين؟ بص حركة وشه دي. يا جدعان دي مش دي كور يوسف السنيان اللي هو بيباصي كده ويدي وشه الناحية التانية تقريبا، صح؟ الحق الحق العب يقعد ضربات الجزاء ازاي؟ ليه ستايل ليه؟ في لعيبة كده ليهم ستايل كده معين يا جدعان، طبيعي. هو من ضمن الناس دي بتعمل ستايل لعبه. موهوب، اللعيبة موهوبة محترمين بصراحة. يا ولد يا ولد يا اوف اوف اوف، يا عيني يا عيني على الهداف ده. مين ده؟ مين اللي جاب الجون ده؟ يا ولد يا طارق يا ولد يا طارق يا وقفته اصلا، وقفته على الكوره ديت اقل حاجه لازم لاعبين عليه، ما ينفعش لاعب واحد، اقل حاجه لازم لاعبين عليه. لاعب واحد اهو هيعمل زي كده فاهم؟ هيترقص وهيجيب جون. لا بس هو لعيب عاقل بسم الله ما شاء الله عليه بجد يعني. شفتوا اللي فاتت دي؟ يا عيني على اوفراتك، يا عيني يا عيني، صنع العاب عالمي بجد. اوف اوف، بص بص الاسيستات اللي بيديها للناس يا جدعان. اصعب حاجة لما يكون صنع العاب اللي بيلعب عليك قصير ومهاري وسريع وبيستخدم عقله، دي مصيبة في حد ذاتها، انت مش هتعرف تعمل معاها حاجة. يا عم خلاص يخش بقى جوه الجون، انت مش شايف بيعمل ايه؟ لا 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 لا، مستحيل الجون ده. ايه الجون ده؟ انا مش عارف اقول ايه. الحق الفاول من ايه؟ هو شايط اصلا، شايط يا مفتري. بيقول لهم اسكتوا اسكتوا. اوف 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 اوف، يا ساتر على الكباري، بيدي كباري عنب، بيدي كباري عنب. طب انت بتعيد الحاجات ولا ايه؟ عشان نكون فاهمين بس، في حاجات هما بيعيدوها ولا بتقلي؟ لا 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 لسه بتقلي. بص بص، في ناس بتنام وناس بتسحب كده وبيستغطوا وخلاص، كفايه عليهم كده. يا عيني على العقل، يا عيني على العقل. اوف 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 اوف، لا وعلى الكوبري ده، ولا اخد كوبري عنب، اخد كوبري عنب يا جدعان، جاب بصاء. لا لا لا، لعيب عالمي بجد بجد، لعيب محترم بجد. بس انا عارف ان الفيديو مش بيديله حقه، انا حاسس بكده. بص 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 بص، بيلعب على الكوره ازاي يا جدعان؟ قلت لك سحب عليه لاعبين، بيفضي مساحه كمان لزمايله. لا 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 لا، بيدي كبار عنب بجد. السلام على كعب رجلك. لا 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 لا، لعيب حريف بجد. في لعيبه كده حريفه، الموهبه حلوه واستخدام العقل احلى. يا عيني يا عيني عليك يا طارق يا تايب. خلاص هنقعد نعيدها كتير، انا اقدم سيكا فين دي؟ خلينا نشوف دي.
بص الباص ده برضو، بص الباص تقريبا كده فيديو خلص ولا بتهيألي لسه. اوف 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 على الكباري اللي بيديها للناس. يلا الحق الواد قعد، الواد قعد، الواد قعد، الحق قعد ازاي؟ بس بقى معلم كاتب الحلقه خلصت. لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك وتعمل اشتراك في القناه وتفعل زر الجرس علشان يوصلك اي فيديو جديد، واشوفكم الحلقه الجايه. سلام عليكم.